بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، نورتنا وشرفتنا مولانا. بارك الله فيك، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب والصلاه والسلام.